الجميل عايد جميل مسعود، أنا مشتركين متطوعين في معاً في مشروع تمكين المجتمعات غور الأردن والخليج لحماية المواطن. قامت معاً بعدة نشاطات، قمنا بكامل مساعدة شراء كشافات ضوئية لمرج نعجة وغور الأردن لحماية المواطنين أثناء الليل، لأنه بتعرف منطقة هاي منطقة في الليل أغلبها يعني معتمة، ما في أمن عندنا، نحن مواطنين هم حماية أنفسهم ما في أمن عندنا، فبنحاول قدر الإمكان إنه تكون المناطق يعني اللي تكون معتمة نحاول تكون الإنارة فيها يعني بشكل جيد. طلاب عملنا ايش عمل تطوع كله بزراعه الاشجار، منا شخصيا عمل تطوع من اهل برج نعجي كل زراعه الاشجار. وبرضه بشكر معا على ما قدمته لنا. يلا يلا بسرعه صفقوا بسرعه.